لك ايه؟ البنت بكره لازم تيجي لابسه اليونيفورم. ايه اليونيفورم ده؟ اليونيفورم يعني الزي الموحد، وده عشان نحافظ بيه على مظهر الطلبه والطالبات. هتشترك في الباص بتاع المدرسه؟ يا ريت يا باشا اشترك، ده انا متمرمط في المواصلات. مش انت، البنت. بكام؟ 200 جنيه مقدم وزيهم كل اول شهر. ده مش رشش دواخل ولا ايه؟ السلام عليكم. حبيبتي قبل ما تدخلي تخبطي؟ انا اللي ما خبطتش. حضرتك والدها؟ معقولة؟ انا لسه صغيرة على الخلفة. تديني كام سنة؟ حضرتك تهرب لها ايه؟ تقدري تعتبريني في غياب عمها او دخلتها. وجاية متأخرة ليه بقى؟ خليها على نادر ساعتين. الدراسة بدأت بقى لها 3 أيام. بتكلمي جد؟ والله الوقت عدى كده. اسمك ايه حبيبتي؟ مس ريم. اهدي الاسئله ولا بلاش؟ حضرتك مس ريم ده اسم مركب ولا الولد اسمه ريم؟ انتوا بتقفلوا الساعه كام؟ الو؟ ايوه يا ساميه. ايه يا بت؟ انا حسن. لا ما هو قاطع مش عارف ليه. بقول لك ايه بس اسمعيني، انا عايزك تقومي كده وتفوقي وتحصليني على البيت. يا بنت سربتها خلاص اتحلت. ده انت هتتقطع النهارده يا بنت. يا بنت انا حسن راح رقد. الو الاخت ساميه؟ انا هاني. هاني مين يا استاذ؟ هاني مين يا استاذ؟ ايه هو يا شيخ الراس الملخن ده؟ انا اتوترت بصراحة بقى يا حسن، مش راكبة معايا حكاية المقابلة الصباحي دي. لو نور اللي مضايقك نقفل الشيش. يا حسن مش حكاية نور ولا شيش، حكاية تعود. طول عمري بجيلك بالليل. يا بت يا تعالي. تعالي. هاتي ايد. مال ايدي. تعالي. أنا لسه شايف في الفترة الزراعية إن صحة البني آدم بتبقى زي البومب أول ما يصحى. طب يا أخويا، أنت شايف كده؟ طب شوف لنا حاجة بدل الوش اللي أنت حاطه. جيب لك بقى قناة النيل للمنوعات ولعي الشقة. ميت! 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 ممكن اتفرج عليكم؟ نعم يا ماما؟ أنا مش هتشارك، أنا هتفرج بس. يلا! طب حتة صغيرة. بقول لك يلا! طب لقطة! نسمة! ايه واقفه لوحدك ليه؟ حسن لسه ما جاش. معلش زمانه جاي. قولي لي يا نسمه، هو حسن يقرب لك ايه؟ قريب ابويا من البيت. وباباكي فين؟ مسافر امريكا. وانت قاعده مع مامتك؟ مامتي مسافره عند ربنا. يا حبيبتي، طب انت قاعده مع مين؟ مع حسن وسيد. مين سيد ده؟ صاحب حسن. مسريم مسريم، هو انت باباك مسافر؟ لا ليه؟ لو باباك مسافر تعالى عندنا، كان سامي وباباها مسافر وقفتي عندنا عشان حسن يقطعها. قول يا ابو علي. ايه ده؟ انت نايم يا حسن؟ حسن! يا ايه ده؟ سامية! حسن! حسن! ابو علي! حسن حسن يا ابو علي. حسن قطعت البنت ملطوعه في المدرسه. حسن سيد الساعه 3 ملطوعه البنت. النهار اسود. اشوفك بكره بعد صباح الخير يا مصر. خليها مساء الخير يا حسن. مساء الفل. لا رايحه فين؟ تستهوي. هي كوبايه شاي بليمون ونتكلفت سوا انا وانت كده هتصبحي عرقانه وزي الفل. الهرم والمطعم
مصر الجديدة كده. انت ازاي يا استاذ تسيب طفلة زي دي لوحدها في الشارع كده لوحدها؟ مشاغل والله، ما انت عارفة رجال الاعمال وقتهم مش. لا بقول لك ايه، بلاش البصة دي على المكنة، دي عشان الضرايب. وكمان بتهزر، انت واضح ان ما عندكش اي احساس بالمسؤولية. انا ليه كده بس؟ افرض البنت دي كان جرى لها حاجة لا قدر الله. دي بنت السباع، دي تاكل العو لو طلع لها. انا مش فاهمة انت ازاي سايبها كده، وايه الكيس اللي انت ممسكهولها ده؟ يعني ولا شنطة ولا يونيفورم. يا اخي لو ما كنتش فاضلها يبقى خلي قريبتك دي اللي بتجيلكم طنط سامية تهتم بيها شوية. طنط سامية؟ هي الست هتلاحق على ايه ولا ايه؟ ما هو لسانك. لا لا انت كلام معاك خالص، انا مضطرة للمناقشة. مناقشة؟ يجيلك ترنك؟ ده انت هتشوفي ايام سودا انت والقبله بتاعتك. طب تسامي ها اركبي اركبي هجيبها كتير كابي. وبعدين يا روحي ايه اللي حصل؟ ابدا، البوليس كبس علينا نجرينا بس ما لحقش يمسكنا. ده بس يا حبيبتي عشان انت نيتك سليمه، بس يبقى خدي بالك برضه. حاضر. ايه ده اللي انت عامله لي في السطوح ده من ورايا؟ عيب كده يا حسن، السطوح ليه حرمه يا اخي. حرمه؟ انت بتسمي دي ايش؟ يلا يا ماما من هنا انصرفي. مش همشي لما السيد يقول. اصيله يا ام سيد، عندها سيد على اسمي. اسمع، اديتها فلوسها؟ يا حسن فلوس ايه يا حسن، احنا بنحب بعض. نعم يا حبيبي بنحب بعض. بقول لك ايه، مشيها لفجرك. اتفضلي انت دلوقتي يا نوره وهنبقى على التليفون. حاضر. استوري نفسك يا روح. ميرسي حبيبي. تكير. الحق ابو العربي، ابوك انضرب. انا خدت الفلوس من حسن وقمت طالع للحاج، قلت له ساعد بهدك الفلوس دي سليم يا خال. بعدها بيومين سمعت انه طاش مع الحناء والبلطاج ام دغدغ وما خلطوش من ايده بقى الا اولاد الحلال، وطلع ابوك بالسليم يا خال. سليم يا خال. عايزك دقيقة واحدة يا ابو علي. ما قلتليش لا يا ابو علي انك اديت لي هينو فلوس. ايه في يا سيد؟ ده احنا اخوات يا اخي. ربنا يقدرني ويردها لك، طول عمرك رجوله يا ابو علي. يا عم بطل السن بقى والجو اللي انت فيه ده، هتيجي هنفضل قاعدين بره والراجل قاعد جوه. خش. عايزه بينه بايد الحاجات دي ولا والله يا سيد ما كلمته ولا غلطت فيه. انا رحت اشتريت شويه سمك شبار على ابوه، حاجه تستاهل حنكه نظيفه تاكل صوابعك وراهي. ازيك يا حسن؟ ازيك يا ابو سيد؟ عامل ايه؟ يابا احنا مش في حسن دلوقتي، خليك معايا انا ركز بقى. وبعدين وقفت ابيع السمك بره البيت، بتهجم عليا الحناوي. قال لي ايه؟ ما دفعتش فيتاوي. مين البنت دي يا حسن؟ يابا سيبك من البنت دلوقتي، ركز معايا وكمل لي. وبعدين سبتني 100 عيلة أما التحم عايش. بس أنا ما سكتلوش. أنا ما هو باين. ما سكتلوش. باين يابا إنك ما سكتلوش. أيوة سيدي. ريح أنت بقى دلوقتي عشان صحتك. ولا الحناوي فين؟ أهو جاي هناك أهو. حسن خليك أنت هنا مع الحاج ونسمة. استنى يا سيد هاجي معاك. مش هينفع تيجي معايا يا حسن، ده حق أبويا ولازم آخده بإيدي. سيد أجي معاك عشان أسيب لي 200 عيلة؟ يابا أحمد أنت بس وامسك في إيد حسن، محدش يجي معايا مهما حصل بيني وبين الصايع ده. ماشي يا إينو. الحناوي. ايوه انت اللي طولت على ابويا. لا انا بقى اللي ضربته وكسرت له عظمه. الله ده انت شايف نفسك تمام بقى. بقول لك ايه يا حناوي، الحاج سعفان ابو العربي ما يتضربش، يتشتم اوكي، الشتيمه ما بتلزقش، يتزق عادي، بتحصل يا حناوي، لكن الحاج سعفان ابو العربي ما يتضربش. الحكايه دي يا حناوي يسيح فيها دم. قالوا سيئكم.
سعفان، حاج سعفان ابو العربي ما يتضربش، يتشتم عادي، الشتيمه ما بتلزقش، لكن يتضرب لا. بس احنا قطعناهم بركه صح؟ سففناهم تراب بورسعيد. انت شفت حاجه يا سيد؟ ده انا اللي حكيه لك. ومانو يا عم، انا وانت واحد، انا اضرب انت تضرب عادي، وبعدين ما هو ابوك زي ما هو ابويا. تصدق ابوك شكله اختلف قوي بعد ما اتضرب؟ انا ما عرفتوش. ما هو رخر لسانه طويل، يعني كان لازم يعمل لي فيها فونت. بس صدق يا ابو علي اللي انت عملته مع ابويا النهارده اداله هبه تمام، محدش هيستجري يضربه تاني ابدا. احتمال يتلطش بس يعني. ربنا يخليك لينا يا ابو علي. يا سيد، الواحد بيتخانق لغريب، مش هتخانق لاخوه. ايوه بس مش الخناق بس يا ابو علي، الخناق والفلوس والايام الحلوه والايام المره. الله 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 يا عم سيد، احنا ملناش غير بعض. برضه ابوك شكله اختلف بعد ما اتضرب. بقول لك انا ما عرفتوش. ما خلاص يا حسن، انت هتذلني. ما عرفنا ان ابويا اتضرب وانت اللي جبت حق. ما خلاص يا حسن. صدق انا كمان مش فاكر شكل ابويا قبل ما يتضرب. معاك صوره لابويا قبل الخناقه يا حسن؟ اخرب عقلك يا حسن.